بإذن الله. دلوقتي يا شباب إن شاء الله هنتكلم على موضوع البرميشن بتاعة الفايل. خلاص؟ إحنا كنا أخدنا إزاي نحن كريت فايل ونكريت دايركتري، وأخدنا إزاي نحن كريت يوزر ونكريت جروب ونضيف والجروب مجموعة يوزرات. تمام؟ ناقص دلوقتي إيه؟ دلوقتي اليوزرز الموجودين عندي والفايلز الموجودة عندي برضه اللي أنا كريتها، الاثنين دول بيأكسسوا بعض، يعني اليوزرز بيأكسسوا الفايلات أو الدايركتريز. صح كده؟ دلوقتي علشان لما يجي يوزر ياكسس فايل او دايركتري او جروب ياكسس فايل او دايركتري، بيبتدي السيستم يبص على اليوزر نفسه وعلى الفايل ايه هي البرميشن اللي موجوده على الاثنين، وهل يا ترى اليوزر ده مسموح ان هو ياكسس الفايل ده ولا مش مسموح له. لو انتوا فاكرين كنا احنا مره عرضنا فايل، الفايل ظهر لي، ومره جيت عرض الفايل راح قال لي البرميشن ناي. ليه قال لي الموضوع البرميشن ناي؟ علشان خلينا نتفق على حاجه مهمه جدا، هو المسؤول عن اي حاجه بتتم في السيستم. يعني لما يجي ده عندي فايل وده عندي يوزر، اليوزر ده بيحاول ان هو ياكسس الفايل ده، لازم الكيرنل هو اللي يديله الابروف في الموضوع الاكسسنج ده. لو الكيرنل سمح الدنيا هتشتغل معاك، لو الكيرنل ما سمحش خلاص. طيب ليه يا محمد انا خليت الموضوع بتاع الابروف دوت اللي هو يعني اللي يسمح او ما يسمحش الكيرنل، ليه ما خليتش سوفت وير عندي؟ علشان السكيورتي وعلشان السوفت وير اللي عندي فيها بالظبط كده ممكن يقع، لكن الكيرنل استحاله ان هي تقع. دي رقم واحد. رقم اثنين، السوفت وير ممكن يوزر يعدي منه، ممكن بطرق معينه اليوزر يعدي من السوفت وير دوت يقدر يتخطاه، لكن الكيرنل استحاله ان انت تتخطاها. ليه يا كريم؟ لان الكيرنل هي اللي بتكونتاكت دايركت مع الهاردوير، لان كده كده في الاخر يا لينا التاسك بتاعتك مش هتتنفذ الا لما توصل للهاردوير نفسه. تمام؟ عشان الهاردوير يعمل لها عمليه البروسيسنج. طيب علشان اضمن ان الحاجه اللي هتوصل للهاردوير تتنفذ، يبقى لازم البرميشن بتاعتها صح ومحدش يقدر يتخطى الموضوع ده. مين اللي فوق الهاردوير على طول مباشره؟ كيرنل. مين اللي بيقدر يتحكم في الهاردوير؟ الكيرنل. فعلشان كده رحنا البرميشن عملوا لها الامبلمنتيشن بتاعها جوه مين؟ جوه الكيرنل، علشان يضمنوا ان السكيورتي عندي هتبقى فول سكيورتي. تمام؟ محدش هيقدر يتخطى اي حاجه، بعكس الفاير وول، بعكس بروكسي، بعكس اي ابلكيشن سكيورتي، اي حد يقدر يتخطاه. صح؟ انما الكيرنل استحاله ان انت تتخطاه. طيب جميل جدا. دلوقتي الكيرنل في عندي جزئيتين، في عندي فايل وفي عندي مين؟ يوزر. يبقى اذا البرميشن هتنقسم لكام جزء يا شباب؟ لجزئيتين. جزء ريليتد باليوزرز وجزء ريليتد بمين؟ بالفايلز. الجزء اللي ريليتد بالفايلز اللي هي البرميشن نفسها، اللي هي انا بحط حاجه اسمها ريد، او بحط حاجه اسمها رايت، او بحط حاجه اسمها اكسكيوت على الفايل نفسه. اليوزرز اللي هو مثلا مين؟ علي، احمد، جمال، ايا كان، ولو جروب مثلا حاجه زي الاتش ار. صح كده؟ يبقى الجزء اللي هو ريليتد بالفايلز هيبقى ايه؟ هيبقى البرميشن نفسها او الاكسس نفسه. خلاص؟ الجزء اللي هو ريليتد باليوزرز هيكون مين؟ هيكون اللي هو الجزء اليوزرز نفسها. بس للاسف اليوزرز ده مش هتبقى يوزرز كده عاديين. ليه يا مينا؟ هقول لك ليه. تخيل معايا كده يا احمد ان انا عندي يوزر اسمه علي، ويوزر اسمه عمرو، ويوزر اسمه احمد، ويوزر اسمه جمال. دول اربع ايه؟ دول اربع يوزرات، ويوزر اسمه كمان خالد معانا. ممكن يكون خالد صح كده او غلط؟ ممكن يكون له طريقه معينه، صح يا خالد؟ ولا كده صح؟ بنتكلم كده، يعني انا صح؟ طيب تخيلوا دلوقتي مجموعه يوزرز عندي في السيستم. الراجل اللي اسمه علي ده هو اللي كريت الفايل. فاصبح علي بالنسبه للفايل هو مين؟ هو حاجه اسمها الاونر. ممتاز جدا. تمام؟ فكرني فاهم ان علي هو الاونر بتاعه. جيت انا كادمنستريتور بطريقه معينه هنعرف ازاي؟ خليت في عندي جروب اسمها اتش ار وحطيتها على الراجل ده، على الفايل نفسه. خلاص؟ وحطيت جوه الاتش ار الراجل اسمه عمرو واحمد. خلاص؟ طيب انا عندي كام يوزر؟ خمس يوزرات، واحد منهم في الاونر وثلاثه واثنين منهم فين؟ في الجروب، ودولت اللي هم في الجروب ناس اتش ار، والثلاثه دولت موجودين فين؟ موجودين في الفايل. اصبح دلوقتي لو الخمس يوزرات حاولوا ان هم ياكسسوا الفايل، لو الخمسه حاولوا ان هم ياكسسوا الفايل،
الكيرنل بيتعامل معاهم ازاي يا مينا؟ اول حاجه بيبص على علي بيحطه في الفئه بتاعت مين؟ فئه الاونر، اللي هو الاونر الشخص نفسه اللي هو كاريت الفايل نفسه صح؟ وبيروح يشوف الاونر ده ليه بيرميشن ايه ويديها للراجل ده ويقول له اكسس يا باشا بالصلاحيات ديت صح كده؟ لما يجي اليوزر اللي اسمه عمرو ياكسس الفايل السيستم هيتعامل معاه كانه ايه؟ مش كانه يوزر، ده هو ممبر في الجروب اللي اسمها مين؟ اتش ار. وكمان احمد برضه ممبر في الجروب اللي اسمه اتش ار. فاذا الكيرنل هو عارف او هو الكيرنل فاهم حاجه واحده بس او فاهم حاجتين، ان في ثلاث اشخاص فقط لا غير هم اللي يقدروا ياكسسوا الفايل ده، علي بصفته اونر واحمد وعمرو بصفتهم ممبرز في الجروب اللي اسمها اتش ار اللي هي اصلا ليها اكسس على الفايل. طب بالنسبه لجمال وخالد السيستم لما الاثنين دول تيجي ياكسسوا الفايل السيستم هيتعامل معاهم ازاي؟ يعني ما هو جمال وخالد ولا هو اونر ولا هم في الجروب، يبقى السيستم هيتعامل معاهم ازاي؟ قال لك في فئه ثالثه بقى عندي اسمها الاذرز. تمام؟ الفئه ديت هي عباره ايه؟ هي عباره عن مجموعه اليوزرز اللي هم مش اونر ولا ممبر في الجروب. يبقى اي شخص اي شخص ما عدا الاونر ومين؟ والجروب على الفايل ده. خلاص؟ يبقى اذا يا احمد الناس اللي يقدروا ياكسسوا الفايل اصبحوا مش هيبقوا يوزرز يا يوسف. ليه مش هيبقوا يوزرز؟ لان السيستم كله مليان يوزرز. صح؟ هبتدي احدد ازاي واقول ده ياكسس ده ما ياكسس ده يريد ده يرايد ده اكسكيوت. فالسيستم عمل لي حاجه ظريفه وقال لي بص يا باشا انا هقسم لك اليوزرز لثلاث فئات. هقسم لك اليوزر لايه؟ لثلاث فئات. فئه اللي هي الاونر ده الشخص اللي هو عامل الكرييشن نفسها. خلاص؟ وفئه اسمها الجروب ودولت مجموعه من اليوزرز انت بتدمجهم مع بعض عشان تقدر تخلي لهم اكسس على الفايل دوت. وفئه ثالثه بقى اللي هم الاذرز اللي هم اي حد غير الاثنين دول. تمام؟ يبقى اصبح السيستم عنده في الداتا بيس ان في عندي ثلاث يوزرات اقدر ادي لهم برميشن وعندي بقى عدد لا نهائي من اليوزرز ايا كان عددهم بقى 10 200 مش هتفرق معايا، دول هيكون لهم الجزء من البرميشن ده. يبقى لو جمال جاله لو جمال جه للكيرنل عشان ياكسس الفايل ده هيحطه في الخانه الثالثه ديت ويشوف البرميشن بتاعته ايه. لو خالد جاله برضه هيحطه في الفئه الثالثه. لو عمرو او احمد جه هيحطهم في الفئه الثانيه. لو علي هيحطه في الفئه الاولى. خلاص؟ يبقى اصبح الاكسسنج دلوقتي يا شباب متقسم عندي لايه؟ متقسم عندي اليوزرز واليوزرز متقسمين لفئات. خلاص؟ طيب جميل جدا بس كده خلاص خلصت لان اهم حاجه كنت انت تفهم ان انا في عندي جزء البرميشن نفسها منقسم لجزئين، جزء يخص الفايل وجزء يخص اليوزرز واهم حاجه عندي جزئيه من اليوزرز اللي هم متقسمين لفئات. خلاص؟ نيجي بقى نمسك مين؟ الاكسس نفسه. ايه هي انواع الاكسس اللي انا اقدر احطها على الفايل؟ قال لك والله انواع الاكسس في عندي حاجه اسمها ريد وفي عندي حاجه اسمها رايت وفي عندي حاجه اسمها اكسكيوت. تمام؟ دولت انواع ايه؟ انواع البرميشن اللي موجوده عندي. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. الريد او الرايت او الاكسكيوت كل واحده منهم بيكون لها رمز او حرف يدل عليها. خلاص؟ الريد بيكون لها حرف حاجه اسمه الار والرايت بيكون له رمز اسمه الدبليو والاكسكيوت بتاخد رمز اللي هو ايه؟ الاكس. خلاص كده؟ وكل واحده من دول السيستم بياخد يعني بيدي لها رقم معين. كل حاجه واحده من دول السيستم بيدي لها ايه رقم؟ الريد السيستم بيدي لها اربعه والرايت السيستم بيدي لها اثنين والاكسكيوت السيستم بيدي لها واحد. ومجموعهم سبعه. جميل كده. ثلاث سبعات اللي هي بتديك فول برميشن. طيب اصبح دلوقتي هي دي مجموعه مين يا شباب؟ مجموعه الاكسس اللي موجوده عندي وديت مجموعه الفئات او اليوزرز نفسها بس متقسمين كفئات اللي يقدروا ياكسسوا ايه؟ ياكسسوا الفايل دوت. البرميشن بتتحط ازاي على الراجل ده بقى؟ بص يا سيدي قال لك كل فئه من حقها ان هي تاخد الفول اكسس. كل فئه من حقها ان هي تاخد ايه يا امينة؟ الفول اكسس. والفول اكسس ده معناه ايه؟ ده معناه الريد والرايت والاكسكيوت وبالترتيب زي ما انا مرتبهم كده بيتكتبوا ازاي؟ ار دبليو اكس اللي هي ريد رايت اكسكيوت. تمام؟ دي الفئه الاولى. الفئه الثانيه برضه بتاخد ريد رايت اكسكيوت. تمام؟ الفئه الثالثه بتاخد ريد رايت اكسكيوت. طبعا ده مش سكيورتي، ده مش سكيور خالص، بس انا بقول لك من حق المفروض ان كل فئه ليها الحق ان هي تاخد ايه؟
التلاته اللي هو الفول اكسس، وانت بقى تيجي تكستم على حسب ما انت عايز، تقول بقى مين ياخد ايه وما ياخدش ايه. طيب جميل جدا. نيجي دلوقتي يا يسري، لو انا عايز اشيل بيرميشن من البيرميشن ده، نيجي وليكن مثلا في الاذر، انا مش عايزهم ياخدوا ريد ورايت واكسكيوت، انا عايزهم بس اكتفي ان انا ادي لهم ريد بس. يبقى انا اعمل ايه يا خالد؟ هنزل الريد صح؟ طب والرايت والاكسكيوت اعمل فيها ايه؟ لازم املى مكانتهم، ما سيبهمش فاضيين، فهحط مكانها ايه؟ داش داش. داش ديت معناها نو بيرميشن، فاذا هيطلع لي نوع جديد من البيرميشن حاجه اسمها نو بيرميشن. تمام، ودي بتاخد الداش ورقمها زيرو. خلاص كده يا شباب؟ وتيجي انت بقى تبتدي يا احمد تكسر زي ما انت عايز. اي حد عايز يشيل منه اي بيرميشن، شيل الحاجه اللي انت عايز يعني اللي انت عايز تمنحها او اللي انت عايز تسيلها خالص من الشخص ده، وحط مكانها مين؟ الداش فقط لا غير. يبقى لو اليوزر عايز تديله ريد بس او ريد ماي بس تقول له كده ار دبليو. طب والاكسكيوت؟ لا، تحط مكانها داش. طب لو الجروب عايز تدي لها ريد بس تقول له كده انا عايز ادي للناس دول ريد. طب ورايت والاكسكيوت؟ انزل مكانها داش، يعني معناها ايه؟ نو بيرميشن فقط. هي الديليتيشن تعتبر اكسكيوت؟ الايه؟ يعني عمليه الديليتيشن ان انت تدلك. لا لا رايت. رايت. حلو، سؤال رائع وتحفه ممتاز جدا يا محمود. الاكسكيوت دي عباره عن نوع من انواع البرميشن بيتحط على حاجه. خلي بالكم البرميشن هنا بتتحط على فين؟ على ده الفايل صح؟ الفايل ده ممكن يكون دايركتوري صح كده؟ جميل جدا. يبقى نيجي نعمل جدول تاني، هو بس محمود حب يتعبني شويه، مفيش مشكله. ماشي يا محمود، جهات اكتر. خلاص؟ لو جينا قلنا ده جزئيه الفايل ودي جزئيه مين؟ الدايركتوري. وده مثلا ده الفايل بحق ياخد ريد رايت اكسكيوت. الريد على الفايل يعني معناه ان انت تقدر تقرا محتوى الفايل نفسه، انت تقدر تفتحه وتعرضه زي يعني ممكن تران على الفايل امر زي مثلا كات. خلاص كده؟ كمان عندك الريد على الدايركتوري، ده معناه ان انا ايه؟ اشوف الكونتنت اللي جواه، ما هي الريد بتاع الفايل اشوف الكونتنت اللي جواه. طب الريد على الدايركتوري اشوف برضه ايه؟ الكونتنت اللي جواه، بس كنت بشوف الكونتنت اللي جوه الدايركتوري ازاي؟ ال اس صح كده؟ جميل جدا. نيجي للرايت، الرايت ديت اللي هي معناها تعدل. طيب اعدل على الفايل ان انا ايديت جوه الكونتنت نفسه. ايديت جوه الكونتنت نفسه عن طريق مين؟ عن طريق الراجل اسمه الفي اي ام. مش ده احنا دخلنا على الفايل وعدلنا في كونتنت معين؟ او ان انا امسح الفايل تماما ما بخلوش له وجود خالص في الدنيا عندي بالار ام. صح كده؟ نفس الكلام الرايت على الدايركتري دي معناه ان انا اقدر اعمل ديليت للدايركتري، او اقدر وانا جوه الدايركتري اكاري ملفات او دايركتريز، لان انا اول ما كاري اي ملف كده انا بغير في الكونتنت بتاع الدايركتري، بعد ما كان في فايل بقى اثنين بقى ثلاثه، لازم عشان اعمل الكلام ده يكون في بيرميشن. هي مش المفروض تاتش دي بتبقى تكاري ديليت فايل؟ تكاري فايل، بس الفايل بيتكاري جوه دايركتري. يبقى الدايركتري اصلا بيكون البيرنت نفسه بقى واخد رايت عشان تقدر تكاري جواه. خلاص كده؟ او ان انت مثلا تم في تموف فايل من مكان لمكان ثاني لازم تكون واخد برضه عليه رايت. او ان انت ترينيم، لان الام في بيعمل الاثنين. خلاص طيب جميل جدا. ده كده بالنسبه للفايل والدايركتري ريد ورايت فقط رايت. طب الاكسكيوت بقى؟ الاكسكيوت على الدايركتري يعني ده معناه ملف تنفيذي. طب يعني ايه ملف تنفيذي الدايركتري؟ ده معناه ان انا اقدر ادخله. ان انا اقدر ايه؟ ان انا اقدر ادخل على الدايركتري نفسه. فالاكسكيوت على الدايركتري ده معناه ان انا اقدر انفذ الامر اللي اسمه سي دي. خلاص؟ خلي بالكم بقى لو انت شلت الاكس، لما ناخد من البرميشن ان شاء الله وازاي نشيل ونحط الكلام ده كله، لو انت شلت الاكس من على الدايركتري مش هتقدر تدخل اصلا جوه الدايركتري. لان الاكس بتاع الدايركتري ده معناه ان ده ملف تنفيذي هتقدر تعمله براوزنج او تقدر تفتحه وتدخله، اللي هو دبل كليك. تيجي على الفولدر كده ضغط كده يفتح. الملفات اللي ما ينفعش تخش عليها غير الروت دي بتبقى ما لهاش. لا واخده بالنسبه لليوزر العادي ما بتبقاش واخده اكسكيوت، يعني ما بتبقاش واخده اكسكيوت. خلاص؟ طيب نيجي على الفايل، الفايل اللي واخد اكسكيوت يا محمود دي حاجه من ثلاثه. اما ان الراجل ده عباره عن ابلكيشن، او الراجل ده كومنت، او الراجل ده سكريبت. وفي كل الحالات لما انت بتاخد الراجل ده اللي هو الاكس اللي بيتحط على الثلاث حاجات دولت، لما تيجي تدبل كليك على الابلكيشن تلاقي الراجل الابلكيشن اتفتح نفسه. تمام؟
نفس الكلام الكومنت لما تيجي تدبل كليك عليه او ترن الكومنت دوت نفس الكلام السكريبت خلاص. فالاكسكيوت دي معناها ان الفايل اللي جاي ده معناه ملف تنفيذي اكسكيوتبل. اكسكيوت اصلا جاي من اكسكيوت اللي هي الاكسكيوتبل يعني خلاص. طيب بس الاكسكيوت بقى لما تتحط على دايركتري ده معناه ان انا اقدر ادخل جوه الدايركتري، لكن لما تتحط على الفايل ده معناه ان ده سكريبت او ابلكيشن اقدر انفذه واقدر اخليه ينفذ التاسك اللي هو جاي عشان يعملها. فهمت الحته ديت؟ في اي مشكله؟ ما عنديش خير. احنا خدنا التاتش دي المفروض كريشن لفايل وخدنا للدايركتري اللي لا لا دي ملهاش دعوه. بص بص لا لا مفيش مشكله ركز معايا. احنا قلنا في عندي حاجه اسمها رايت بيرميشن. ركز معايا يا شريف، في عندي حاجه اسمها ايه؟ رايت بيرميشن. الرايت بيرميشن ديت نوع من انواع البيرميشن بيتحط على مين؟ على الدايركتري صح كده؟ معناها ايه؟ ان الدايركتري نفسه عليه رايت بيرميشن، معناها ان انا اقدر ادلت الدايركتري دوت. احنا قلنا الدايركتري ده عباره عن ريفرنس للحاجات اللي جوه صح؟ يعني لو الدايركتري الاساس بتاعه بيكونتين ثلاث فايلات، لو انا خليتهم اربعه يبقى اذا كده انا غيرت فين؟ في الكونتين. مش هقدر انا اتاتش فايل علشان اغير في الكونتين اللي هو اخلي الكونتين تزيد او يقل الا لو كان معايا رايت على الدايركتري. برايت على الدايركتري معناها اتاتش فايل جوه الدايركتري نفسه. او اي ميك داير، او اي ميك داير عادي برضه. هي هي اقدر اعمل كريشن جوه الدايركتري بالظبط. ان انا اقدر اعمل كريشن جوه الدايركتري سواء بقى ان انا كاريت فايل او كاريت ايه؟ طيب اللي هو لازم التاب تكون موجوده عشان تقدر تعمل الاثنين اكشن دول. بس الفيكس لو مش موجوده مش هعرف، مش هقدر تدخل اه، مش هعرف اعمل رايت، ومش هتقدر تعمل. لا 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 الرايت تقدر تعمل عادي مفيش مشكله. من بره من بره من بره من بره يعني ممكن مثلا تيجي تقول له كده تاتش مثلا تاتش جوه مثلا تيست سلاش اسم الفايل اللي انت عايزه، وتست مثلا مش واخد اكسكيوت من بره اه، تست معلوش اكسكيوت تاتش ما بيدخلش. تاتش بيخلي السيستم يعمل حاجه معينه جوه الفايل دوت اللي هو بيتكلم فايل، لكن الامر سي دي هو اللي بيشيلك وينقلك جوه الراجل ده ومش هيقدر يدخل. يعني باشمهندس ممكن ابقى بريميشن رايت بس بريميشن ريد. لا لازم الريد يكون معاها رايت، سوري الرايت يكون معاها ريد بس كده. ما ينفعش الاثنين كده بس. اه هتعدل ازاي من غير ما تشوف كده مش سكيور الحته دي. يعني اللي انا عامل تاتش فايل انا اصلا ماليش برميشن. هو انت مش ما قلتش مالوش ماليش برميشن. لو احنا بنتكلم في كيس ثانيه خالص، بيتكلم لو انا ما في الدايركتور ده معلوش اكس مش هقدر ادخل واتاتش جواه، اقول له اه لا مش هتقدر تدخل جواه، لكن تقدر وانت من بره تاتش فايل جواه. مش احنا خدنا زي احنا كانت فايل او دايركتور في مكان انا مش موجود فيه بس كده. انت ما دخلتش جواه، انت ما دخلتش جواه الدايركتوري، انت فاهمني ازاي؟ لكن انت من بره بس كريت جواه فايل. لازم ار اكس او ار دبليو بالظبط. لازم الار تبقى موجوده في كل الحالات. في الاكسكيوت لازم يكون معاك ار فعلا، وفي الرايت لازم يكون برضه معاك ار. خلاص كده يا شباب؟ حد فاهم الجزئيه ديت؟ طيب جميل جدا. نمسح بقى الحته دي كده عشان ما نطلع بيها ديت. فاحنا لحد دلوقتي احنا كده فهمنا، احنا كده فهمنا ان انا عندي البرميشن، ان انا عندي البرميشن دي مجموعه من الصلاحيات، مجموعه من الصلاحيات بديها لليوزر او الجروب علشان تقدر تاكسس ايه؟ تاكسس الفايل عندي. ما دام قلت مجموعه من الصلاحيات بديها لليوزر او الجروب علشان يقدر ياكسس الفايل، يبقى اذا الموضوع هيكون منقسم عندي لجزئين، جزء ريليتد باليوزرز وجزء ريليتد بالفايلز. اليوزرز قلنا اتقسموا عندنا لفئات علشان السيستم عندي مليان يوزرز، ازاي اتحكم في كل اليوزرز دول يمينه الا اذا عملت لهم عمليه كاتيجرايزيشن. ما دام الدنيا عندي بقت كاتيجرايز سهل جدا جدا ان انا اتعامل ايه؟ اتعامل معاهم زي اليوزرز لما عملنا لهم كاتيجري سيرفيس وكاتيجري سيستم وكاتيجري نورمال، بلا السيستم يقدر يتعامل معاهم ايه بسهوله. نفس الكلام السيستم عندي عليه مليون يوزر يا محمود، اتعامل معاهم ازاي؟ هعمل داتا بيز لمليون يوزر عشان فايل؟ مش لوجيك صح كده؟ يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اسهل على نفسي الدنيا دي، فراح السيستم عامل لهم ايه؟ كاتيجوري الاونر وكاتيجوري الجروب وكاتيجوري اي حد تاني بقى اللي هو الاذر اللي هو اي حد بقى غير الاونر ومين؟ والجروب. وقلنا ديت البرميشن بتاعتي دولت كانوا ثلاثه في الاول بس بعد كده زادوا برميشن عندي، نوع من انواع البرميشن اللي هو نو برميشن اللي هو لما تيجي تمنح سوري لما تيجي تزيل برميشن بتاع حد هتزيلها، طب مكان هيعمل ايه؟ مكان هتسيبه فارغ كده ما فيهوش حاجه؟ لا لازم املاه بحاجه معينه يمينه، فراح عملنا حاجه ايه اسمها نو برميشن وبتاخد الرقم اللي هو زيرو، عشان انا هاخد دلوقتي ازاي انا اغير البرميشن نفسها، ازاي انا اتريد او رايت او اكسكيوت بالحروف، وازاي انا اشيل الريد او رايت او اكسكيوت بالارقام، يعني احطها او اشيلها بالحروف واحطها او اشيلها بالايه؟ بالارقام. طيب جميل جدا. دلوقتي انا خلاص الدنيا وضحت قدامي في موضوع البرميشن او النظر بتاع البرميشن وضح قوي قدامي.
في عندي بقى حاجه جميله جدا، في عندي امر رائع جدا اللي هو ال اس داش ال. الكوماند اللي اسمه ال اس ده بيعرض لي الفايلات، وداش ال بيليست الفايل بيرميشن، صح كده؟ كان لما بيجي ليست الفايل بيرميشن بالشكل دوت، معلش دقيقه واحده ركزوا معايا كده. لو انا جيت قلت له يا سيدي ادخل لي جوه الراجل المحترم اللي اسمه تيست وال اس داش ال، هلاقي عندي ايه؟ ملفات بالشكل دوت. خلاص لما اجي اعمل ال اس داش ال الاوتبوت الصغير ده هيطلع لي بشكل معين. بصوا كده بقى يا شباب، ركزوا معايا من غير ما تعدوا، ركزوا معايا وافهموا وبعد كده عدوا براحتكم. خلاص دلوقتي ده الشكل اللي هو بيظهر لي، تمام؟ اما ان الراجل ده بيبدا بحرف الدي او بيبدا بحرف الداش، تمام؟ بعد كده في عندي بيقسمون لثلاثه، هتلاقي عندك حاجه اسمها ريد رايت اكسكيوت، ريد داش اكس، ريد داش اكس، وهنا ريد رايت داش، ريد داش داش، ريد داش داش، تمام؟ بس انت هتلاقيهم لازمين في بعض، انا قسمته لك كده عشان تفهم حاجه بس معينه. بعد كده هنا في حاجه اسمها روت وروت، بعد كده روت روت، بعدين بقى شويه معلومات اللي هو التاريخ والسايز والاسم الفايل نفسه. فلي دعوه بال حاجه اسمها لينك اكونت، واصبر لمجموعه من الفسوات، تمام؟ فسوات كبيره قوي لحد يكون معاك عشان تعرف انت الموضوع ده. طيب دول اللي يهموني، اللي انا ظهرتهم دول بس هم اللي يهموني دلوقتي حالا في الموضوع. بصوا خلي بالكم واحده واحده هتلاقوا السطر ده كله انتوا بتقولوه، هو لحد دلوقتي ده من اول هنا لحد الاخر مفهوم. ده كده السايز، وده كده التايم ستامب اللي هو الوقت اللي اتكريت فيه الفايل دوت، وفي الاخر اسم الفايل. لكن من اول هنا لحد الاخر ده اللي هو مبهم بالنسبه لي. من اول هنا هنفهم منه حاجات كتيره جدا، مش هنقع منه غير الحته دي بس. هنعرفها ان شاء الله في نهايه التراك الاول ده، واحده واحده هتلاقوا الدنيا بالصوره بتكتمل او بتوضح. اول حاجه ال اس زائد داش ال، احنا قلنا بيعرض بيليست الكونتنتس بطريقه ايه؟ بطريقه اللي هي اللونج ليستنج عشان يعرض للبرميشن. البرميشن بقى يا شباب اللي هي الخانه الثانيه دي، دي اللي هي البرميشن. تمام؟ احنا قلنا انا عندي كام فئه؟ وكل فئه من الحياه ان هي تاخد كام برميشن؟ ثلاثة، يبقى الإجمالي هيكون كام؟ تسعة. جميل جدا. ولو أنت عديت الخانة التانية دوت قال لهم تسعة. طب إيه الخانة الأولانية دي؟ قال لك ده أنا عندي أول جزء ده خاص بحاجة اسمها الفايل تايب، وده نوع تاني أو طريقة تانية بقدر أفرق بيها ما بين الفايل والدايركتري. الطريقة الأولى إن أنا كان موضوع الكلاريزيشن، أزرق ده دايركتري، أسود ده فايل. طيب ممكن تكون انت شغال في انفايرمنت الكلاريزيشن نفسها او الفيتشر نفسها ديت مش انيبلد في الباش، فهتلاقي كده بالشكل ده. لو ظهر لك الاوتبوت بالشكل اللي ظهر قدامي ده كده، كلهم لون رايح لصنبه واحده. انا كده الباك سلاش قبل الكومنت علشان انفذ الامر بالبيزك بتاعه من غير اي فانكشنز ومن غير اي فيتشرز ومن غير اي حاجه خالص. اللي هو ناقشه بالظبط كده اللي هو اليونكس، تمام؟ بيطلع لك كل حاجه زي كده. طب ده فايل ولا دايركتري؟ لا انا بالنسبه لي على زي ما جمال قال لي الاثنين دول فايلات، فايلات عاديه. طب اقول لك لا مش فايلات عاديه، ده النون ده دايركتري والنيو ده الفايل. طب انت عرفت منين يا سيدي؟ اول كاركتر عندي ده ريليتد بالفايل تايب، لو لقيته داش ده فايل عادي، لو لقيته دي ده دايركتري. يبقى دي اول حاجه، اول ميزه هعرف. تاني حاجة لو انت عديت اللي بعد كده هتلاقيهم تسع كاركترز متقسمين لثلاث تلاتات. أول تلاتة ديت فئة الأونر أو البرميشن اللي الأونر اللي الأونر يقدر ياخدها ويأكسس بيها الفايل. تاني تلاتة اللي هي البرميشن اللي بياخدها الجروب أو اللي بتاخدها الجروب. تالت تلاتة البرميشن اللي بياخدها مين؟ الأدرس. خلاص؟ أو اللي هم أي يوزر اللي احنا قلناهم بقى، دي البرميشن اللي بياخدها جمال وخالد لما يجي يأكسس الفايل، تمام؟ ودي البرميشن اللي بياخدها الجروب اللي هو ضمنيا عمرو واحمد، ودي البرميشن اللي بياخدها الاونر اللي هو كان ضمنيا مين؟ علي. جميل جدا. خلاص انت دلوقتي قلت لي البرميشن اللي بياخدها الاونر عشان يأكسس، والبرميشن اللي بياخدها الجروب عشان تأكسس، والبرميشن اللي بياخدها الاونر برضه عشان يأكسسه. في عندي السيستم فئتين معرفين، الاونر ده حاجه معرفه والجروب ده حاجه معرفه، الاونر دول مش معرفين. بدأ يجي هنا بقى يقول لي فئة الأونر نفسها.
يعني الجزء ده بقى مين هو الاونر، مين الشخص اللي كريت الفايل خلاص، والجزئيه ديت بقى مين هي الجروب اللي ليها بيرميشن على الفايل ده خلاص. يبقى اصبح كده انا قدرت اعمل ايه، انا قدرت اليست كل المعلومات او كل خصائص الفايل واعرف مين هو الاونر ومين هي الجروب، والاونر بيرميشن بتاعته ايه والجروب البيرميشن بتاعته ايه خلاص كده. يبقى انا لو جيت اقول لك الاونر ان هو روت واخد ريد ورايت واكسكيوت على الدايركتري لكنه واخد ريد ورايت على الفايل تمام، طيب الجروب واخد ريد ورايت على ريد واكسكيوت على الدايركتري لكنها واخد ريد بس على الفايل، الاذر اللي هو فيها بقى مش معرفه اللي هو اي حد بقى لان دلوقتي مش معروفين، ان الاذر دول ممكن يزيد وممكن يقل، ممكن يوزر جديد يتكريت على السيستم فيتضاف من ضمن الليسته ديت، ممكن يوزر يتكلف من على السيستم صح، يبقى اذا فيها مش معرفه او سوري فيها يعني مش محدده يعني مش ليميتد، دي انليميتد ممكن تزيد ممكن تقل صح كده تمام، فما لهمش ايه ما لهمش مكان خلاص. ما انا اهم حاجه عندي معرفين الجروب والاونر، مش المفروض الاونر يبقى فول بيرميشن؟ ايوه ما هي ريد ورايت واكسكيوت انت فول بيرميشن، بس ليه في الفايل تحت؟ سؤال ممتاز، سؤال رائع، السؤال بتاعك ده حلو قوي، حد يقدر يجاوبني على السؤال ده؟ السؤال بيقول ايه؟ بيقول المفروض احمد حمد بيقول المفروض الاونر يكون واخد فول بيرميشن على الفايل او على الفايل بتاع الفايل صح كده؟ تمام، فانا قلت له ما هو واخد ريد رايت اكسكيوت، قال لا تمام بس تحت واخد ريد رايت بس. مش اكسكيوت مش رايت اكسكيوت، المفروض ان بيتعامل مع الفايلات. ماشي بيتعامل مع الفايلات. هو مش فايل اكسكيوت مع الفايلات. علشان باي ديفولت الفايل ده نون اكسكيوتبل فايل. هو ده سكريبت، النيو ده سكريبت. طب ابلكيشن طب كوماند، يبقى ما دام ولا هو كوماند ولا ابلكيشن ولا سكريبت ليه ياخد اكسكيوت بيرميشن؟ الاكس بيرميشن بقى دي اخطر بيرميشن موجوده على السيستم وتحديدا لما ياخدها الفايل. الاكسكيوت بيرميشن دي اخطر بيرميشن لما ياخدها الفايل. ليه؟ بالظبط بقى سكريبت ممكن احط جواه بقى مجموعه حاجات كتير يقدر ينفذها، ممكن يتجسس عليا، ممكن يجمع بيانات ويبعتها بالميل للراجل ده. اللينكس ما فيهوش فيروس، انا قلت لكم الكلام ده، بس في هاكرز ممكن واحد ياتاك عليك، لان لما بيجي خلي بالكم لما يجي حد بياتاك مش بياتاك على السيرفر اللينكس، ده بياتاك على بورد اللي هي سيرفيس اللي هي ثغره عامه ان جنرال في ويندوز في لينكس، يعني مالهاش دعوه. يعني مثلا تيجي تشغل دي ان اس، هو شغال على الاثنين، على الاثنين بيستخدم بورد 53، فلما الراجل ده يدخلني من البورد ده اللي هو مفتوح هنا او هنا في ثغره عامه على كل الناس، بس لينكس بيقدر يقفل الثغرات بصوره سريعه جدا خلاص. فلما يجي الراجل اللي اتاك عندي يعمل ايه؟ دخل من خلال بورد معين اللي هو تارجت سيرفيس معينه ملوش دعوه بالسيستم خالص، السيستم كسكيورتي سكيورتي في لينكس اعلى سكيورتي ممكن تقابلها في الحياه، فيجي يعمل ايه يا يسري؟ يدخل على فايل واخد اكسكيوت بيرميشن، يعدل فيه شويه حاجات، يقول له بقى انا عايزك تكولكت الداتا اللي بتحصل عندي في الراجل دوت، الايميلات اللي بتتبعت اللي بتترسل الداتا ايه ما اعرفش ايه، وكل يوم كده ابعت لي ميل بكل بريبورت بالحاجات دي خلاص. فالملفات اللي واخده اكسكيوت بيرميشن تبقى خطيره جدا اكتر حاجه، عشان كده لينكس قال لك ايه باي ديفولت لما تيجي تكريت اي فايل مش هياخد اكسكيوت بيرميشن عشان مش عايز انفذه، بس ممكن يكلفه يعني. انت بقى بعد كده تعمله، انت تغيره، انت بص خلي بالك بقى بيقول لك انت اللي تغيره بايدك، انت كيوزر او كادمن، يبقى لما المشكله تحصل يبقى انت اللي عملتها مش انا كسيستم، يعني ما جاتش مني من السيستم. خلاص؟ طب الدايركت لا الدايركت لازم ياخد اكس برميشن، انت بتكلم الدايركت عشان الناس تدخل جواه، انا ما بعتلوش اكس برميشن عشان الناس مش تدخل جواه. فهمت الحته دي كده؟ هتسمع كام على كام دي بقى؟ شكرا. دي كده يا محمد. واضح ان انا مش هستفيد منكم اي حاجه خالص، مفيش مشكله مش هتفرق يلا زي بعض. كفايه عليا شكرا يا محمد والله، شكرا لك كتير. بس مش حاجه. طيب دي كده طريقه مين يا شباب؟ دي طريقه قرايه البرميشن بتاعت الفايل او السطر الطول العرضي اللي كان بيظهر لي دوت. خلاص نيجي بقى دلوقتي عايز اغير الحاجات ديت وعايز اغير البرميشن دي، عشان تغير الحاجات دي هتغير الجزئين اللي هو الجزء بتاع الاكسس صح؟ والجزء بتاع الفئات نفسها ولا ايه؟ ولا انت هتغير حته ومش هتغير حته تاني؟ لا انت هتغير الجزئيتين. علشان قال لك بقى ايه؟ علشان تغير الجزئيه دي اللي هي جزئيه البرميشن نفسها، بص بقى يا باشا انت الروبوت في عندي امر جميل جدا اسمه سي اتش مود، كنت عايز اكتب فوق علشان الشباب اللي ورا
هنسال فيه شويه بس عشان اشوف ورا. انتوا شايفين؟ نعم. شايفين كويس؟ طيب جميل جدا. عشان اغير البرميشن ده يا شباب ركزوا معايا، عشان اغير الجزء بتاع البرميشن ده السيستم عمل لي امر جميل جدا اسمه ايه؟ اسمه سي اتش مود او تشينج مود. تشينج مود او سي اتش مود ده بيغير الفايل اكسس، بيغير الفايل اكسس اللي هي الاكسس نفسه مع الفايل. تمام؟ بس في مشكله دلوقتي يمين، دلوقتي انت هتغير الفايل، سوري هتغير الفايل برميشن نفسها، اما ان انت هتزود برميشن صح؟ او اما ان انت هتعمل ايه؟ هتشيل برميشن. يبقى اما يبقى انت هتقول تشينج مود كده، يا تشينج مود انا عايز ازود او عايز ايه؟ اشيل برميشن. صح كده؟ والمفروض بقى محدش يكتب، محدش يكتب دلوقتي الله يكرمك، محدش يكتب دلوقتي عشان يعني في خطا طبعا، في خطا شنيع بس انا عامله تحديدا كده متعمدا يعني. يبقى زي ما احنا قلنا اقول له كده ايه؟ همنح برميشن او هزيد برميشن. طب البرميشن انت هتمنحها ايه؟ ممكن اقول له كده ريد، همنح ريد او هزيد ريد، او همنح ريد ورايت او هزيد ريد ورايت، او همنح ريد ورايت واكسكيوت او هشيل ريد ورايت واكسكيوت. تمام؟ او همنح مثلا ار واكس او دبليو اكس، بغض النظر يعني انت كومبينيشن بقى وجمع وخلط زي ما انت عايز. في مشكله دلوقتي يا ايه هي؟ ان الامر ده غبي. ليه غبي؟ لما تيجي تقول له انا عايز ازود او اشيل بالشكل ده هيروح يقبلي الكلام ده على الثلاثه. يعني على الثلاث في ايه؟ يعني لو انت مثلا جيت قلت له كده مثلا ريد رايت اكسكيوت، يا حلاوه انت كده يا باشا عملت جريمه شنعاء في السيستم. انت كده بتدي فول اكسس للثلاث فئات، ريد رايت اكسكيوت للثلاثه. في مشكله بقى دلوقتي، ما الامر ده امر بلطجي غبي، لازم اعرفه يا محمد اقول له قبل ما نغير تغير فين؟ يعني اقول له الحته دي انت غير في انهي حته بالظبط، ما تستخدمش ذكائك. فعلشان كده الاونر بياخد حرف اليو، فهو الاونر ده هو يوصل عندي في السيستم صح، والجروب بتاخد حرف الجي اللي هي حاجه موجوده عندي في السيستم، والاذر بتاخد حرف الاو. يبقى انا هاجي هنا بقى قبل البلس او الماينس هحط اقول له كده اما يو او جي او او، عشان اقول له هتغير فين. لان انا لو ما عملتش كده الراجل ده زي ما قلت لكم بلطجي، هيروح يغير لكل الناس يا محمود. الحته دي كلها كده يا شباب دي بلوك لوحده ما فيهوش مسافات، هي السبيس ما بين هنا ما بين الكومنت والجزء ده. تمام؟ من غير الاوبشن كانها اول. بالظبط، من غير الاوبشن كانها اول فعلا. وحددت بقى يبقى انت بتسبيسيفاي حاجه معينه. في الاخر بقى يا محمود بتحدد اما الفايل او الدايركتري. خلاص؟ طيب كل الناس بقى تدخل جوه الدايركتري اللي اسمه تيست، يلا بقى بسرعه كده الله يكرمكم، كل الناس تدخل معايا كده تعمل كده سي دي للدايركتري اللي اسمه تيست عندها. مهم جدا ان احنا نطبق الكلام ده بايدينا. ادخلوا كلكم جوه الدايركت اللي اسمه تيست وقولوا كده ال اس داش ال، هتلاقي مجموعه فايلات بالشكل ده ايا كان الفايلات اللي عندك. انا مش عايز ولا فايل من الفايلات اللي موجوده عندك. فكل الناس هتعمل كده ار ام داش ار اف مسافه استرك. ادخل الاول على الدايركتري، ادخل الاول على الدايركتري ليست، هتلاقي مجموعه من الفايلز، ران الامر اللي هو ار ام داش ار اف، خليتهم كلهم مش عايز اي حاجه خالص. ار ام داش ار اف اللي هو دالت كل حاجه. احنا كده هدينا كل اللي بنيناه في الجزء الاول. تمام؟ لما تيجي تقول له كده ال اس داش ال تاني، ال اس داش ال تاني مش هيبقى موجود اي حاجه خالص، انا سايب لكم كوماندات على السكرين عشان الناس تنفذه. ار ام داش ار اف مسافه استريك بس. وانت جوه الفولدر او الدايركتري اسمه سي دي اسمه تيست. خلاص؟ عشان لو انت في اي مكان تاني هتدلت اللي هو الحاجات اللي في المكان فيه، زي واحد صاحبنا كده يعني كان واقف جوه الاي تي سي وعمل حاجه زي كده، فيعني ربنا كرم وما كان ما بقاش فيه اي تي سي اصلا والسيستم اتطمر ولازم ينزل سيستم جديد. وعلى فكره، على فكره طبعا من اخطر الحاجات اللي بتحصل في السيستم هو حاجه زي كده. اللي هو الاي تي سي، اخطر حاجه في السيستم هو الاي تي سي انه يتمسح. وحصلت عندنا في الشغل، حصل عندنا في الشغل واحد دلت بالخطا الاي تي سي، السيرفر كده انتهى تماما بكل خلاص مفيش اكسس. بس هي الميزه اللي ربنا كرمنا فيها بقى ان كان السيستم لايف، كان السيستم يعني كان السيستم شغال راننج، هي اتمسحت الداتا بس السيستم لسه شغال ولسه في نتورك. فروحنا عملنا حركه ظريفه جدا ان احنا كريتنا بايدينا فايل، كان فايل كده اللي هو خاص بالنتورك بس علشان نخلي النتورك تبقى اب،
لان احنا لو عملنا ريستارت للسيستم مش هيقوم تاني، ولو عملنا ريستارت للنتورك بس مش هتقوم. فكريتنا الفايل بتاع النتورك عشان نحافظ على النتورك بس ان هي يبقى لها الكونفيجريشن فايل بتاعها. يعني احنا كريتنا فايل بيدينا عارف الكريشن اللي احنا عملناه وكتبنا فيه الكونتنت وخلينا سيرفر شغاله، ورحنا نقلنا اي تي سي من سيستم شغال للسيستم دوت، تمام. وبدانا نعمل ايه، وبدانا بقى نشوف بقى كانت ايه السيرفيس اللي شغاله وننزلها من نزلها نعملها ريستريشن من تاني ونعملها كونفيجريشن من تاني اللي ما كانش له باك اب. والباك اب لما كنا بناخد باك اب من السيرفر كنا بناخد باك اب للاسف من الداتا، من الداتا بس اللي هي تحت الفور، كناش بناخد باك اب من الكونفيجريشن من الحاجات دي كلها. فبصراحه يعني اتفحتنا فحته في السليم، قعدنا ليله كامله على ما عملنا الموضوع ده. لا الحمد لله الحمد لله ما اترفتش. ده هو كمان كان 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 السينيور بتاعي اللي عملها، يعني كان حاجه عاليه جدا. بس هي هو خطا بشري يعني، حاجه غصب عنه خالص خالص يعني. حتى كان بيسال حاجه ايوه انا عايز حاجه بس اه هو مفيش تيست من هنا في حاجه دي تاني تيست كنترول خرجت من حاجات اي حاجه. يبقى يلا كده يا شباب، يلا بقى يا شباب بسرعه بس عشان الوقت. كله يدخل جوه الدايركت اللي اسمه تيست ويعمل ار ام داش ار اف استريك عشان يمسح كل الحاجات. لو انت ما عندكش الدايركت اللي اسمه تيست اعمل كريت للدايركتور ده، وبعدين ادخل جواه وكريت لي فايل. ركزوا معايا، كريت فايل اسمه فايل 1 وكريت دايركتور اسمه تاير 1. كريت فايل اسمه فايل 1 وكريت دايركتور اسمه تاير 1. يبقى انا اقول له كده ميك دايركتوري حاجه اسمها تاير 1، واقول له كده تاتش لحاجه اسمها فايل 1. وبعد ما تخلص اقول له كده ايه ليس داش ال علشان تتاكد ان الحاجات دي اتكريتد. خلاص كده يا شباب، كل الشباب عملت الكلام دوت. طيب جميل جدا. ليه محمود انت ما بتشتغلش؟ بتتفرج؟ ليه كده يا محمود؟ اه حاولت انزله لكن عشان بالمره اللي اني عقل ان السيستم ده لو ما عملتش عمل بعد ما تطلع من هنا كل المعلومات بتتضخم. ممكن ايه؟ لو هو ايه؟ طب ما انت دخلت بالروت مفيش نتورك، هتجيب الفايل هتنقل الفايلات للسيرفر ازاي؟ يعني انت اول ما تروت السيستم، هو اول ما تروت السيستم السيستم مش هيشتغل، هتضطر تدخل على الكيرنل. ما الكيرنل ما فيهاش نتورك. طب الفايلات هترجعها ازاي؟ مش هتقدر تنستول، انت بتنستول من الريبوزيتوري، لما ناخد الريبوزيتوري ان شاء الله حاجه بتجيبها من على الانترنت مفيش نتورك اصلا. فكان لازم 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 السيرفر ما يعملش ما تعملش جود منك ولا تعمل ريستارت للنتورك. انت لما تيجي تعمل ريستارت للنتورك هتروح تقرا الكونفجريشن فايل بتاعها مش هتلاقي موجود، هتفيل. ففيل خلاص وقع. طيب حاجات ان شاء الله من ترابل شوت هتعرفوا الكلام دوت، يعني كل حاجات بيبقى كل الكيس بتاعتها. طيب ركزوا يا شباب، انا دلوقتي كريت الفايل ده وكريت الدايركتور ده. يس لما استخدمنا الاوردر بتاع الكومنت بتاع ار ان بس ما كانش هيشيل، هو ما شالش الهيدر. اه لا ما بيشيلش، لا ما بيشيلش الهيدر، هو بيشيل البتاع بس لازم تحط الكود نوت اسيتس. طيب ركزوا معايا يا شباب، ركزوا معايا يا شباب. كل الناس بقى هتعمل ايه؟ كل الناس هتعمل ايه؟ خلي بالكم خلي بالكم ركزوا معايا قبل ما اقول هدول كل الناس. علشان تغير البرميشن بتاع الفئه انت بتختار حاجه من دول. يعني مثلا جيت قلت لك غير لي البرميشن بتاعت الاونر، مثلا خلي الاونر ياخد ريد ورايت واكسكيوت مثلا، تمام؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هقول يعني هخرج من الراجل ده اللي انا عايزه. هقول كده هتبقى لكم فوق كده عشان تبقى الناس اللي ورا شايفه. حد عايز الحته دي؟ حد عايز الحته دي؟ ايوه كده عايزكم يعني تخدوني كده لق بلقه كده اللي هو ايه؟ رجاله كده. هقول له كده تشينج مود، بعد كده اختار الشخص اللي انا عايز اغير له، بعد كده اختار نوع الاوبريشن اللي انا عايز استخدمه، ازود او انقص براحتك، بعد كده نوع البرميشن اللي انا عايز اديها ايا كان، وفي الاخر مين؟ الفايل. يلا بقى دلوقتي اصبح كل الشباب عندهم فايل اسمه فايل 1 وداير اسمه داير 1. انا عايز الفايل 1 الاونر ياخد فول بيرميشن ريد رايت اكسكيوت. يبقى انا عايز كده الاونر ياخد فول بيرميشن. عايز الجروب ما تاخدش اي حاجه خالص، وعايز الاذر ما تاخدش اي حاجه خالص.
يلا بقى الكلام ده يتم على الفايل والدايركتيف. لا بلاش على الفايل، خليها على الفايل بس، خليها على الفايل بس، يعني كفايه حاجه واحده هو الفايل هو الدايركتيف. يلا كده يا شباب، كل الشباب جاي تشتغل، عايز الاونر ياخد فول بيرميشن، الجروب ما تاخدش حاجه، الاونر ما تاخدش حاجه، شوف هتعملوا ايه بقى عندكم. ليه؟ تاني انا عايز اغير البيرميشن بتاعت الفايل اللي اسمه فايل 1 كويس، واخلي الاونر ياخد فول بيرميشن، الجروب ما تاخدش حاجه والاونر ما تاخدش حاجه. ايه هو الامر اللي بيغير البيرميشن دي؟ تشينج مود. واستخدمه ازاي؟ تمام؟ بتحدد بقى خلاص بقى، انت بتحدد انت ايه بتحدد، تشوف مين اللي انت عايز تغيره. الاونر لا الاونر ياخد فول بيرميشن، فول فول بيرميشن ريد رايت اكسكيوشن. الاذر ولا ايه؟ الاذر 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 والجروب ما ياخدوش حاجه. يلا كده انا هقوله على فايل 1 ايه؟ او انت لا لا بتغير واحده مفيش سبيس ما بين ده، يعني اليوزر والاوبريشن والبرميشن بلوك واحد. طب احنا ممكن نهيئ ده؟ اه فانت بتنفذها كله صح، بس هي كانت المشكله عندي في كل مره في المسافه بس. خلاص ماشي. طب احنا هنا بص يا باشمهندس، احنا هنا ده اليوزر ده اللي انا سمحت له، ده نوع البرميشن اللي هو حبيبي اللي هو عايزه. طيب وده الحاجه الفايل اللي انا هسمح له بيها بالظبط. جميل. طب انا ليه مثلا عملت مثلا علشان ده الكوماند اللي بيغير، ده الكوماند اللي بيغير ودي البرميشن وده الفايل اللي بيغير. هو الكوماند بتاع بيصحش الوجهية هنا بس بتصل بس ايه؟ انت هنا بس حد الجمع الاوبريشن ده
انت بتسبق ليه؟ شباب كله كده نفذ شمس كله كده نفذ الكلام ده. حد عنده مشكله يا شباب؟ يلا بقى ننفذها مع بعضنا. يلا انا انفذها لكم هنا بقى عندي. طبعا عشان اغير اي برميشن يا شباب عشان اغير الفايل اكسس هستخدم الامر اللي اسمه تشينج مود. طبعا قلنا الامر اللي اسمه تشينج مود ده للاسف غبي، لازم احدد له اقول له يا باشا انا عايزك تدخل على خانه اليوزر اللي هو الاونر، عايزك تزود ايه الراجل ده واخد ريد ورايت، عايز اديله اكسكيوت. ممكن اقول له كده ريد رايت اكسكيوت، الكلام ده عايز انفذه على فايل 1. في حاجه بقى جميله جدا عايز الناس تستخدمها، في حاجه جميله جدا عايز الناس تستخدمها. مين هنا شغال سيسكو؟ مين اشتغل سيسكو؟ اغلبكم اشتغل سيسكو صح؟ يعني جزء كبير اشتغل سيسكو. حد طبعا سيسكو زي لينكس كده في الترمنال اللي هي ترمنال وبرده بتلوب عليها وكومنز وكده. جميل جدا. كلنا عارفين ان سيسكو فيها خاصيه جميله جدا اللي هي التاب كومبليشن صح؟ ما هي الخاصيه دي اصلا موجوده في لينكس عندنا. انا قلت لكم المره اللي فاتت ايوه صح. طب انا قلتها. طب انا ليه ويل بقى يقول حاجه ظريفه وما اعرفش ايه وبقى عامل نفسي صايع بقى واقول لكم على حاجه ما حصلتش. طيب خلي بالكم بقى طبعا عشان بس نبقى فاهمين ان سيسكو بيست على لينكس تمام؟ بيست على لينكس او لينكس هما الاثنين ولاد عم، فهي واخده الفيتشرز بتاعه اللينكس يعني من الاخر يعني. بس عشان احسن حد مثلا يكون كان جاي سيسكو قبل لينكس ويجي يقول اصل دي كانت موجوده في سيسكو فانتوا اخذتوها في لينكس، اقول له لا 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 سيادتك احنا الاصل. ايوه احنا قبل سيسكو، احنا قبل سيسكو. طيب طبعا كل اللي انا اعمله بس علشان اسبيسيفاي الفايل اقول له كده يا باشا ادخل جوه تيست تي اي وتاب راح يكمل لوحده، اقول له فايل اف بس وتاب راح هو يكمل لوحده، اقول له كده انتر تمام. لو جيت اقول له كده ال اس ماينس ال هلاقي فعلا الراجل ده واخد ريد رايت اكسكيوت، بس الاونر واخده الجروب واخده ريد والاذر ايه واخده ريد. اقول له يا تشينج مود عايزك كمان تدخل لي عند الجروب تشيل منها الريد والرايت والاكسكيوت، الكلام ده على الراجل اسمه فايل 1. وكمان اقول له كده يا باشا عايزك تدخل لي كمان على الاذر وتشيل منهم كل الكلام ده. لو جيت اقول له كده ال اس ماينس ال هلاقي ان الراجل ده فول بيرميشن للاونر، نو بيرميشن للجروب، ونو بيرميشن برضه لمين؟ للاذرز. خلاص كده يا شباب؟ حد عنده اي مشكله؟ نيجي بقى لو انا عايز اغير البرميشن لاكثر من فئه مره واحده يا يوسف هعمل ايه؟ بصوا يا شباب ايوه بصوا كده يا شباب ركزوا معايا. لو انا عايز اغير البرميشن لاكثر من حد مره واحده هقول له بس كده سي اتش مود وبعد كده احط له البرميشن بتاعت اليو، اقول له كده اليو بلس مثلا ريد او رايت او سكيوت او ايا كان الحاجه اللي انا عايزها تمام. بعد كده هقول له كده كوما، هقول له كده ايه كوما مفيش مسافات، هقول له كوما. بعد كده هقول له ادخل على خانه الجروب بلس او ماينس براحتك انت على حسب الحاجه اللي انت عايز تعملها تمام. ريد او رايت او سكيوت يا محمود تمام. بعد كده احمد ركز معايا احمد كوما الاذر برضه ماينس ريد او رايت او سكيوت وفي الاخر الفايل بتاعي. خلاص كده يا شباب؟ وخلي بالكم تاني اهو هقولها تاني، البلوك ده كله ما فيهوش مسافات، البلوك ده كله ما فيهوش مسافات، الفيصل بس وكل واحده واحده كوما. حتى عندها مشكله كده يا شباب اتفضل. لا بس علشان انت تغير الريد وان للاسف بص ركز معايا انت عملت سلاش قبله هو بيبص هل يقدر في دايركت تحت سلاش اسمه غير وان؟ لما تيجي بس انت هو التست الاول يعني احط تست وبعد كده غير وان مسار بس خطا ما
ركزوا معايا يا شباب، الله يديكم تركيز، تركيز يا شباب. لو انا عايز ارجع البرميشن الاساسيه بتاعت الفايل، بس في وان كومنت. احنا فاكرين الفايل الاونر بتاعه ده كان واخد ريد ورايت، الجروب كانت واخده ريد، الاذر كانت واخده ريد. الفايل ده دلوقتي الاونر واخد فول برميشن، الجروب ولا حاجه، الاذر ولا حاجه. فانا هعمل ايه؟ فانا اقول له كده تشينج مود، انا عايزك تدخل لليوزر تشيل منه الاكسكيوت، كما عايزك تدخل على الجروب تزود لي ليها الريد، كما عايزك تدخل للاذر تزود لي ليها الريد. الكلام ده كله على الراجل اسمه فايل 1 في وان كومنت، مفيش مسافات زي ما انتم ملاحظين اهوت، ده كله كده بلوك ثابت. لا مش فاهم قصدك، يعني ايه اليوزر مثلا اللي هو الاونر عايزين نقص منه مثلا الاكسكيوت والرايت مثلا؟ حلو، ينفع كده 5 لاين؟ تمام اهو. بس انا مطمن، بس يعني عشان ممكن ياخد مره واحده بس. لا لا لا، حتى اللي انت عايزه مش مشكله، براحتك خالص. اللي هو الكاركتر بتاعك ايه؟ طبعا كنا قول لكله، بس الحاجه دي هتتنفذ على الكل. تمام كده يا شباب؟ ما هي هي برضه. يعني كتبتها هياخدها اول، يعني كتبت اول هياخد اول، ما كتبتهاش هياخدها برضه اعتبارا ان هي اول. طيب ركزوا بقى معايا يا شباب، اقول له كده يختار. لو جيت اقول له كده ايه الليست داش ال، هلاقي الراجل ده الاونر بقى طبعا، يعني بس طبعا هي الحركه ديت بسبب محمود. تمام، هو اللي محمود هو اللي اجبرنا ان احنا نعمل الكلام ده. طبعا اقول له كده تشينج مود، ادخل لي على اليوزر زود لي الريد بس على الراجل اسمه فايل عشان ارجعه لشكله الاساسي. تمام، المهم ان انا زي ما قلت لكم، بس وكان الكوماند ده بس كان شكله فقط لغير، علشان لو عايز اغير ليه الثلاثه مره واحده ممكن نفس الواحد اشيله واضيف في نفس الكوماند. تقدر تشيله وتضيف بالظبط كده. تمام، ممكن اقول له كده دوت، وبعد كده تاني كده اقول له هنا مثلا كوما مثلا الجروب هزود لها لا مثلا لا احنا ممكن نعمل حاجه بقى ثانيه ريد رايت. تمام، الليست داش ال، نيجي للكوماند ده هقول له انا عايز ازود هنا الريد، وكوما الجروب عايز اشيل منها ايه الرايت. تمام، لو كنت اقول كده الليست داش ال هي اتفضل حد يقول حاجه. ممكن نعرف فايلين؟ طبعا ممكن الفايلين عادي، مفيش مشكله، تحدد الراجل ده وتدي له مثلا تقول له كمان داير، مفيش مشكله بغير الفايل والداير. لو جيت اقول له كده الليست داش ال هلاقي الاثنين هم البرميشن. بس انا طبعا عشان هنا ايه الاذر كانت واخده اكس، وانا هنا وانا كنت بزود كنت بقول له زود بس على الحاجه، فما الاكس متسقع مش فاهم. تمام كده، عشان الاصل هنا فعلا كان مختلف شويه، فيقدر تتبع الحاجه على الارض. حد عنده مشكله يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ زي الفل. خلي بالكم لو انا عندي دايركتوري وجواه فايلز كتير قوي وعايز البرميشن دي تتطبق على الفايل وتنهرت للفايلز اللي على الدايركتوري وتنهرت على الفايلات اللي جواه، يعني مثلا عندي دايركتوري اللي هو استمرار 1 دوت، ده جواه ملفات كتير، عايز اخلي البرميشن بتاعت الملفات اللي هنا هي نفس البرميشن بتاع الطاير 1. خلاص، لو انا عندي دايركتوري اللي هو اسمه داير 1 دلوقتي عليه برميشن، والراجل ده جواه ملفات 10 ملفات 20 ايا كان، وعايز ادي برميشن على الدايركتوري اسمه داير 1، والفايلات اللي جواه ادي برميشن هي زي الفايل الاساسي، بدل ما ادخل على فايل بصوا بقى يا شباب اقول له كده يا تشينج مود ايه بس مش معنى ان هي هتنقرت ان معنى كده ان اليوزرز هيقدروا ياكسسوا كل الفايلات، لا احنا قلنا لينكس كل فايل لوحده وكل برميشن لوحدها. خلاص،
هقول له كده يا باشا انا عايز الجروب الاونر اللي هو اليوزر ياخد ريد رايت اكسكيوت والجروب تاخد ريد واكسكيوت والاذر تاخد ريد واكسكيوت الكلام ده على داير 1 صح كده. لو عايز الحاجات دي تتنفذ حتى بما فيهم الفايلات اللي تحت الراجل ده داش ار كابيتال داش ار كابيتال تيجي في الاول في الاخر مش هتفرق مش هتفرق الاوبشن يجي فين خلاص. لو جيت اقول له داش ار كابيتال يعني معناه لو الراجل ده تحتيه 1000 فايل حط البرميشن دي على ال 1000 فايل. اتفهمت الحته دي؟ انت خلاص كده خلص. بس ندخل بقى على الجزئيه الثانيه الاهم اللي هو ايه اللي هو ازاي ان انا اغير اليوزر اللي هو الاونر نفسه او الجروب نفسها. انا اخدت ركز بقى يا احمد انا اخدت ازاي ان انا اغير الفايل اكسس صح اللي هي الجزء بتاع الاكسس نفسه ده ناقص لي بقى اغير الفئه نفسها. دلوقتي ممكن خالد اشترى موبايل وراح باعه لمين لمينا فاصبح ملكيه الفايل دي من خالد لمين لمينا. نفس كان عندي فايل بتاع روت عايز ملكيته لحد تاني. لا بس هنا اصل هنا انا بدي بيرميشنز مختلفه في فئات مختلفه فانا لازم اسبيسيفاي. لكن انا في عندي اوبشن اسمه ايه اللي هو مثلا ممكن اقول له كده ايه ار دبليو اكس او ايه واي بس ريد دبليو اكس كيو كل ده اللي هو اليوزر الجروب الاذر. هي هيها لو ما كتبتش اصلا ده كده اللي هو كتبت كده بلس بس او ماينس بس دي كده اول مش انت فاهم مش انا قلت لكم فاول مره لو كتبت دلوقتي من غير دايره غبا هيعمل على الكل هي كانها هو الاصل خلاص. دلوقتي زي ما احنا قلنا احنا غيرنا فئه الاكس الفئه بتاعه الاكس نفسها او الجزء ده ناقص لي بقى زي ما اغير الفئه نفسها خلاص. عشان اغير الفئه نفسها كم انا عندي كم فئه مسموح لي اغير كم واحده منها؟ ثلاثه اثنين الاونر مين اللي معرف؟ الاونر والجروب هما دول اللي معرفين على السيستم. لكن الاذر فئه معرفه مش معرفه يبقى اذا مش هغيرها خلاص كده. يبقى وعشان كده السيستم هو بيظهر لي الاونر والجروب اللي هي الفئات نفسها ما ظهرليش غير اثنين ما رضيش يظهر لي الثالثه اللي هو ملوش دعوه بالثالثه علشان ليميتد. لكن دي ليميتد هو واحد اونر وهي جروب انت هتعرف تخلص على كده او جروبين او ثلاثه براحتك حاجه بترجع لك. قال لك بقى لو انت عايز تغير الاونر يا سلام بس كده تبقى فوق هنا عشان تبقى ايه سهله جدا. عندك في امر رائع جدا وظريف اسمه سي اتش اون او تشينج اون امر بيغير الاونر تمام. تشينج اون هي كلها تشينج 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 تمام. تشينج اون بعد كده بتحط الاونر الجديد تمام. وبعد الاونر الجديد بتروح تعمل ايه؟ بتحدد الفايل بتاعك او الدايركتوري خلاص كده يا شباب. سهل جدا جدا وستريت فورورد حاجه كده ما فيهاش لا لف ولا طوران. طب لو عايز اغير الجروب يا مينا تشينج جروب يبقى انت بتذاكر من ورايا يا مينا. لا ذاكرت الموضوع ده من ورايا. لا اعتقد يا مينا مش لازم يا مينا يعني مش لازم يعني ما تخافش مش هيحسدوك يعني مش هيبصوا لك خالص يعني. طيب في عندي امر برضه فعلا اسمه سي اتش جي ار بي او اللي هو تشينج جروب يعني تمام. وبعد كده بديله اسم الجروب الجديده وبعدين الفايل او الدايركتوري. هتلاقي الموضوع ميك سنس او يعني تحس ان هو موضوع بسيط او بدات فهمت الكونسبت اللي عارف خلاص اي حاجه جايه بعد كده بقت بالنسبه لك سهله جدا. لازم يكون اليوزر موجود لازم اليوزر يكون موجود بالظبط فعلا. اصل هو هيروح يدور على اليوزر نفسه لو ملوش موجود هيقول لك اليوزر ده ناقص التاكسس تمسك. والجروب كمان لازم برضه تكون موجوده يعني ما ينفعش تغير اونر بتاع فايل او تغير جروب بتاع فايل والاونر نفسه والجروب نفسها مش موجوده خلاص. يلا بقى كل الناس يا شباب كل الناس بقى طالما عندها الامر تكلم كل الناس تكريت يوزر عندها في سيستم اسمه جمال. كل الناس تكريت يوزر اسمه جمال يوزر عيل جمال كله يكريت جمال. ازاي اصلا ازاي جات لكم الجرأه ان انتم منزلين السيستم بقالكم اسبوع واليوزر اسمه جمال مش مكانت عندكم؟ يعني جات لكم قلب ازاي؟ بتفتحوا السيستم ازاي من غير ما انا اكون موجود جوه السيستم نفسه؟ نحدد حاجات ولا نسيبها؟ لا من غير اي حاجه. حاجه بسيطه طبعا ده كان اقل حاجه السيستم يعملها معايا يعني. طيب كل كلمه اليوزر اسمه جمال من غير اي حاجه بالديفولت بس كده
واصبح دلوقتي ركزوا معايا بقى يا شباب، وكريتوا لي جروب اسمها سيلز، وكريتوا لي جروب اسمها سيلز. يلا كل كريت يوزر اسمه جمال وكريت جروب اسمها سيلز، نبقى بنراجع على الحاجات اللي فاتت. طيب بعد كده عندك الفايل او الفايل 1 او الدايل 1، اي واحد منهم مش هتفرق معايا، او الاثنين يا شباب ركزوا معايا بقى. يا حماد تركز، انا بتركز على كلامكم بس، تركز على كلامكم، تركز يا شباب. كريتوا لي يوزر اسمه جمال وجروب اسمها سيلز، جروب جمال وجروب سيلز ويوزر جمال، والفايلين اللي موجودين عندكم دولت انا عايز الاونر بتاع الفايلين يبقى جمال، والجروب اللي على الفايلين تبقى سيلز. يعني بدل هنا روت، روت تبقى جمال وسيلز، وجمال وسيلز. يلا بقى اشوف هتغيرها ازاي معاكم الامر هنا. يلا انا عايز الفايلين يبقى الاونر عليهم جمال والجروب عليهم سيلز. يلا نفذ عشان بس تظهر فيديو، عشان لما انتوا بتبتدوا تنفذوها انا مش محتاج ان انا انفذ، يعني مش محتاج بس انتوا تنفذوها خالص مش عارفه، بس عشان انتوا بتراجعوا بس في الفيديو. هقول له كده يا تشينج اول، انا عايز احط الاونر اللي اسمه جمال على الراجل اللي اسمه فايل 1، بصوا بقى وداير 1 صح كده. لو جيت اقول له كده ال اس داش ال بقى جمال موجود على مين؟ على الاثنين. هقول له كده يا تشينج جي ار بي، عايز احط الجروب اللي في عندي حاجه، اقول له كده جروب ات سيلز الاول، عشان سيلز ما كانتش موجوده، ما كنتش مكريتها خلاص، المفروض ان انا كريت اليوزر الاول كمان يعني، بس انا اليوزر كده كده بيتكريت من قبل كده. واقول له كده تشينج ار بي
انا عندي جروب اسمها سيلز عايز احطها على الراجل اسمه فايل 1 وعايز احطها كمان على الراجل اسمه داير 1 بس كده الاثنين بقوا ايه الاثنين اتغيروا زي ما انتم شايفين كده او ملاحظين دي ميزه انا بدوس تابه بيكمل فلما بيكمل دي برده ميزه ثانيه ميزه ثالثه بعرف بيها دايركتري لما اجي اقول له كده بص مثلا تشينج رول واجي اقول له كده مثلا جمال ايا كان ماشي لما اجي اقول له كده فايل اف يعني ايا كان الاسم ويكمل وبعد كده ما يجيبش بعدها سلاش ده معناه فايل عادي لكن لما يجي اقول له كده ولما يجي يكمل هو يحط سلاش لوحدها ده معناه دايركتري بيقول لي ده الدايركتري ولسه في حاجات تاني جوايا قشطه قشطه حد فهم حاجه حد ما فهمش حاجه جميل جدا اخر حاجه بقى خالص انا عارف ان هطلعكم بريك انا عارف ان انتوا عمالين كل واحد عمال يبص في الساعه كده الراجل ده بيقول لنا بريك بريك معايا اخر حاجه بقى ازاي ان انا اغير البرميشن بالارقام ايه لا مهمه جدا مهمه لان انت هتلاقيها في الكتاب مثلا او ما لقيتهاش في الكتاب هتلاقيها في الحاله العمليه ممكن تلاقي تستغرب مثلا لو بتقرا اي موضوع على الانترنت او اي فيديو بتابع اي فيديو على الانترنت ولقيتها ما تحس ان الموضوع بالنسبه لك ايه واسهل ايه هي مش اسهل هي 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 اخطر هي اخطر لان انت لو ما استخدمتهاش صح هتبقى خطيره جدا بالنسبه لك هوريك ازاي ركزوا معايا يا شباب ركزوا معايا احنا قلنا البرميشن بالارقام دي الجدول قدامي قلنا دي البرميشن وكل واحده بتاخد رقم معين صح كده فاصبح دلوقتي الريد بتاخد كام 4 والرايت بتاخد 2 والاكسكيوت بتاخد 1 ودي كمان 4 2 1 ودي كمان 4 2 1 تمام مش ده تفصيل مش ده التفصيل بتاع البرميشن قال لك بقى ما ينفعش يعني تفصل البرميشن كده لكل فئه لا انت بتجمع وتحط النتيجه الاجماليه لكل فئه نفسها تمام فانت في عندك فئه اسمها الاونر واخده ايه يا محمد واخده ايه واخده 4 و2 1 يبقى المفروض هتنزل كام 7 ما ينفعش تنزلها بالشكل دوت لا 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 افضل دي واحده وديت نفس الامر على حسب انت بتشوف البرميشن ايه وبتبتدي تنزل تمام ودي برده نفس الكلام 7 ودي كمان ايه 7 نيجي بقى دلوقتي مثلا جيت قلت لك انا عايزك تخلي لي البرميشن بتاعه الاذر ياخدوا ريد بس يعني الاونر والجروب سيبهم زي ما هم مفيش اي مشكله خالص بس الاذر تاخد ريد بس ريد دي معناها كام؟ 4 صح؟ جميل جدا عشان تيجي تغير البرميشن بقى تستخدم الامر هو اللي هو اسمه تشينج مود بص بقى في الارقام بقى قال لك انت بتشوف ايه اللي هي الفئه اللي انت عايز تغير الرقم بتاعها وتنزله زي ما هو بس تحط الرقم ده كده وبعد كده في الاخر الفايل بتاعك بس ركز محدش يكتب ما بحطش اي اوبشنز خالص لا يو ولا بلس ولا ماينس ولا الكلام ده كله بحط الرقم بتاع الفئه اللي انا عايزها خلاص بس قال لك في حاجه بقى شوف الفئه يا محمود اللي انت عايز تغير لها ونزل لها الرقم وباقي الفئات ما دام مش هتغير لها حاجه لازم يعني تشوف هي كانوا واخدين ايه وتنزل الرقم بتاعهم زي ما هم طيب انا عندي الاونر والجروب مش هغير فيهم حاجه واخدين ايه؟ 7 7 يبقى البرميشن بقى انت بتغيرها تقول له كده تشينج مود لازم تحط البرميشن القديمه بتاعت الناس اللي انت مش هتغيرها وبعد كده تحط الفئه اللي انت عايز تغيرها. طيب فرضا الراجل ده واخد ريد بس ريد ورايت وريد وريد. عايز الاونر ياخد ريد ورايت واكسكيوت والجروب ما ياخدش حاجه خالص في الراجل ده. لما الاونر ياخد ريد ورايت واكسكيوت انا شويه يبقى معناه ايه؟ 7 طب والجروب مش عايز فيها اي حاجه يبقى كام؟ 4 ودوت 4 انا مش عايز اخد حاجه عايز سيلر ولا انا قلت لك انا عايز الاونر ياخد ريد برايت اكسكيوت والاذر ما تاخدش اي حاجه يبقى بس ما جبتلكش سيره الجروب خالص تمام يبقى تقول له كده يا تشينج مود انا الاونر عايزه بعد الابديت الجديد واخد 6 انا عايز اديله الاكسكيوت يبقى هجمع له النتيجه الاجماليه يبقى 7 الجروب مش ههور ناحيتها خالص يبقى انزل لها القيمه بتاعتها زي ما هي الاذر هم اللي هغير فيهم وهي واخده 4 بس انا عايزهم ياخدوا نو برميشن يبقى زيرو خلاص وفي الاخر اسم الفايل يجي دلوقتي عمرو يروح سائلني سؤال يقول لي طب يا جمال لو انت مثلا هتغير فرضا يعني للاذر بس خلاص وناخد مثال وليكن المثال بتاعي ده خلاص هناخد المثال بتاعي اللي هو ده وهنا الاذر او الناس واخدين فول برميشن وانا عايز الاذر ما ياخدوش حاجه خالص تمام فانت او الاذر ياخدوا ريد بس فالمفروض ان الراجل ده ياخد كام؟ 4 صح كده؟ أنا جيت عملتها كده سي اتش مود 4 والفايل بتاعي إيه اللي هيحصل يعني؟
كتبتش ما نزلتش رونر وجروب دولت. ركز معايا الرقم ده لما تيجي تقراه يعني كعدد يعني تقول رقم رقمه كام؟ 4 4 صح؟ طيب ركز ماشي ركز معايا 2-1-1 لا 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 لما تقراه لما تقراه بس كقرايه يعني تقراه كرقم عادي اللي هو 1-2-3-4 رقم 4 صح؟ طب لما تيجي الرقم ده في الاساس كده 7-7-7 لما تقراه كام؟ 0-0-4 لا لما تقراه ايه؟ 777 صح؟ جميل جدا لما تيجي تقوله كده 7-7-4 يبقى 774 ده الرقم بتاعي. طيب لما انت تيجي هنا تقوله كده تشينج مود 4 للفايل ده معناه ايه؟ مش ده معناه كأنك عملت كده تشينج مود 004 بعد كده فايل؟ فقال لك بقى لازم القيم يمينة تبقى ثلاث قيم. لو انت شلت اي قيمة بينزل مكانها ايه؟ زيرو عشان افضل محافظ على الرقم لان 4 عشان تفضل محافظ عليها هحط قبلها 2-0 لان كده كده في قبلها فئتين. طب لو انت كتبت قلت لك قلت لك يا سيدي غير الجروب والادر، الجروب عايزه تاخد ريد بس او ريد واكسكيوت والادر عايزه تاخد ريد، ريد واكسكيوت يعني ده وده يبقى 5 وده عايزه تاخد ريد بس يبقى 4. يبقى لو انت كتبت كده 54 لازم القيمه تكمل يبقى 3 كام؟ 3 ارقام عشان افضل محافظ على 54 تفضل 54 احط هنا ايه؟ 0. يبقى اذا لو انت ما حطيتش الخانه زي ما هي السيستم يعتبر مكانها بزيرو. القيم لازم تكون قيم ثابته اللي هي 3 سبعات. كتبت كده 5 4 هم المفروض لازم هنا تبقى 7. هيحط الزيرو مكان السبعه دي. انت ما المفروض القيمه الرقم الاجمالي التوتال نفسه 777. لما تيجي تقول له كده 54 يبقى ده مكان هنا. يبقى لازم يبقى الزيرو ينزل المكان ده. والزيرو ده معناه انا ثبتت طبعا خلاص خلصت. زي ما بالظبط. مع ان هو كان واخد فول بيرميشن بس بعد كده ما بقاش واخد فول بيرميشن. ايوه هوريها لك هوريها لك يا سيدي. هو بيسلم القيمه؟ يعني معنى كده مش على كل. ايوه طبعا 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 لازم قبل ما تغير البيرميشن لازم تبقى عارف انت بتغير ايه. ما هو الموضوع مش وبس يعني. ركزوا معايا يا شباب. ال اس داش ال اهوت ال اس داش ال. ركزوا معايا يا شباب ركزوا معايا. انا عندي الاونر هنا واخد ريد بس اللي هو 2 الجروب واخده رايت بس سوري الاونر واخد رايت اللي هي 2 رايت اللي هي 2 بص على الجدول تمام. الجروب واخده ريد بس اللي هي 4 والادر واخده ريد بس اللي هي 4. عايز اخلي الاونر والجروب ياخدوا ريد ورايت ريد ورايت بس ريد ورايت يبقى ريد ورايت 6 والجروب ريد ورايت 6. لو واحد عمل كده ركزوا معايا لو واحد عمل كده وراح قال كده انا الكلام ده هغيره للراجل اسمه فايل 1 ما هو دول بس اللي انا عايز اغيره لا هيغيرهم يبقى كده فعلا هغير الجروب والاذر مش الاونر والجروب اصلا لان لازم القيمه تبقى ثلاث قيم خلاص. فانت لازم بقى هنا تيجي تعمل ايه تشوف طب نعملها الاول عشان نتاكد يمكن انا اكون بقول اي كلام وخلاص يعني لو جيت اقول لا يمكن بقول اي كلام وخلاص يا احمد ليه ما يكونش بقول اي كلام يعني. طيب الراجل ده فعلا لما حبيت ان انا استذكى معاه راح هو استغبى معايا خلاص وراح عمل ايه؟ وراح ادى البرميشن دي فعلا للاونر سوري للاذر والجروب وساب لي الاونر يعني يأزأز لب في الشارع خلاص. والمشكله ان هو مين؟ ده طلع جمال يا ريتني ما طبقته. لا ما وصلنا روت. هروح جمال وحياتك كمان لا غيره. يلا كده اقول له كده تشينج مود انا عايز جمال ياخد 7 والجروب تاخد 4 تاخد 6 والاذر ما تاخدش حاجه. الكلام ده على مين؟ على الراجل اللي اسمه فايل واد. هتتنفذ في الليست اشيل ليه؟ علشان انا الاونر. اي نعم انا شلت البرميشن بتاعتي لكن ستيل انا ايه؟ انا اونر اقدر ارجعها تاني لنفسي. لكن لو شلت نفسي من الاونر شيب نفسها بقى بس كده نو ان انت ترجع. يعني لو جيت شلت الراجل ده شلت جمال من الاونر هنا وخلته اي حد تاني خلاص نو ان هو يقدر يتحكم في الفايل ده تاني. ولا حتى الروت؟ لا الروت طبعا اكسكلود الروت من اي حاجه. الروت له الحق انه يعمل اي حاجه وكل حاجه في السيستم. الايه؟ مش انت اللي قلت لي روح لليوزر جمال؟ الروت مش هينفع يا ابني. ده الروت ده السوبر يوزر. الروت ده الوحيد اللي ما يتقالوش لا.
طيب خلاص كده شباب ده كده البرميشن كل حاجه ريليتد بالبرميشن الكونسبت بتاعها ايه ازاي انا اغير البرميشن الفايل اكسس نفسها او ازاي انا اغير الفئات سواء بالحروف او سواء بالارقام تمام وازاي انا هتعامل مع كل كده لو حد عنده اي مشكله في البرميشن حد فاهم حاجه طب حد ما فهمش حاجه طب تسيف نسيب الفيديو ده يا شباب طيب نسيب الفيديو